حملة تطعيم واسعة تطلقها الحكومة الباكستانية للحد من انتشار فيروس كورونا، وستعمل الحكومة على تطعيم 1,000,000 شخص يوميا حتى تتمكن من تطعيم أكبر عدد من المواطنين في أقصر وقت ممكن. لقد جئت إلى هنا لأخذ اللقاح، أتمنى أن أحصل على التلقيح اليوم لأنني سأسافر. هناك اصطفاف كبير للمواطنين، وأعلم أن هناك الكثير من الإجراءات ضد من لم يأخذ اللقاح، لذا أتمنى أن أخذه في أقرب وقت ممكن. لقد حصلت على اللقاح وأخذت لقاح موديرنا. هنا التسهيلات جيدة، وأتمنى من المواطنين أن يحصلوا على لقاحاتهم بسبب وجود كبار السن والأطفال، فلا بد من أن نحصل على اللقاح ضد هذا الوباء. الكثير من الإجراءات الصارمة اتخذتها الحكومة الباكستانية لدفع المواطنين إلى مراكز التطعيم والحصول على التطعيم اللازم. من هذه الإجراءات هو تعطيل الهوية الشخصية، وتعطيل أيضا الهواتف الذكية، وأيضا المنع من السفر، وأيضا المنع من استخدام المواصلات العامة. نحن نجري فحصا أوليا لمن يأتي إلى هنا، ونحضر اللقاح المناسب للشخص بحسب طلبه. ولدينا عدد جيد من نوافذ المراجعة، نحو 20 نافذة، كما توجد أنواع عديدة من اللقاحات، ولا سيما الصينية بأنواعها المختلفة، والأمريكي كذلك فقط في الجرعة الثانية.